اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في فقره نقاشنا. فقره نقاشنا اليوم كثير مهمه، لانه يعني العديد من العوائق بتواجه ذوي الاعاقه، خصوصا يعني الاشخاص اللي ذوي الاعاقه بالاردن وعلى الاصعده كافه، يعني سواء في التعليم او الصحه او التشغيل وغيرها. مؤخرا دخل حيز التنفيذ قانون الاشخاص يعني ذوي الاعاقه، والذي راى فيه العديد يعني من المؤشرات المختلفه التي تدعو للتفاؤل. هل فعلا ستتنبأ يعني التغييرات هذه بحدوث تطور على أرض الواقع؟ وهل سيتبع النهج الحقوقي في التعامل مع الأشخاص يعني ذوي الإعاقة بدلا من الرعائي؟ للحديث أكثر عن الموضوع يسعدنا استضافة المستشار الإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة الأستاذ زياد المغربي. أهلا وسهلا فيك أستاذ زياد. أهلين فيك وشكرا لاستضافتكم. أهلا وسهلا. بس يعني قبل ما نبلش مع الأستاذ زياد، راح نشاهد تقرير أعدته زميلتنا آية حول المؤتمر الصحفي الذي عقد للحديث عن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة. نشوف التقرير الراجعين. عقد المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مؤتمراً صحفياً استعرض من خلاله أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة خلال المؤتمر الصحفي أهم ملامح القانون الجديد، من حيث أبرز التغييرات التي تضمنها القانون الجديد عن القانون القديم رقم 31 لسنة 2007 في مجال مفهوم الإعاقة وتعريفها والأحكام الخاصة بالحماية من العنف وتعزيز الحق في العمل والصحة والتعليم وغيرها من المحاور. القانون الجديد إجا أضاف إلى هذه المنظومة تعريفاً مستحدثاً للعنف، بحيث أصبح العنف يشمل الإيذاء الجسدي والنفسي، وأيضاً يشمل حرمان الشخص من حق أو حرية معينة على أساس الإعاقة، ووضع القانون له عقوبة بالحبس أو الغرامة أو كلتا العقوبتين، بالتأكيد مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد وردت في أي قانون آخر. وأضاف العزة أن القانون الجديد يعلن عن كفالة واستقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع تعريفا شموليا جعل من حرمان الشخص من ممارسة أحد حقوقه أو حرياته الأساسية على أساس الإعاقة جريمة معاقبا عليها، فضلا عن حظر القانون لكافة أشكال العنف الجسدي والنفسي التي تطال الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي الاتجاه نفسه، فقد أورد القانون في سابقة تشريعية تعريفا وأحكاما خاصة بالموافقة الحرة المستنيرة التي تضمن موافقة الشخص ذي الإعاقة بطريقة يفهمها على ما يتخذ في حقه من تصرفات أو أعمال قانونية، بما في ذلك موافقة الشخص على الإيداع في دور الرعاية والانخراط في برامج التأهيل المختلفة. زي ما شفنا يعني مشاهدين التقرير الصحفي لعدتنا يا زميلتنا آية، شكرا لها. بنرجع لضيفنا استاذ زياد المغربي. اهلا وسهلا فيك. اهلين فيك. كيفك؟ شو اخبارك؟ الله يسلمك. الحمد لله. نورت الاستديوهات. الله يسلمك. بالبدايه احكي لنا ايش التغيرات اللي طرأت على القانون الجديد؟ التغيرات طرأت على القانون الجديد. القانون القديم عمره 10 سنوات، هو من 2007. الشيء الجديد، اولا القانون هذا يتوافق مع الاتفاقيه الدوليه لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه. الان الاردن صادق على الاتفاقيه سنه 2008، فالاردن ملزم يغير قوانينه هذا بما يتواءم مع هاي الاتفاقيه. يمكن ما يميز هذا القانون انه هو اول قانون في المنطقه العربيه بتحدث عن موضوع الاعاقه بصفتها او بناهض التمييز ضد الاشخاص ذوي الاعاقه، يعني عم بتحدث عن الاعاقه بصفتها تمييز. صحيح. فالان اي نشاط بيحد من 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 انه شخص ذوي الاعاقه يمارس احد حقوقه اليوميه، هذا اصبح يعتبر عنف بالقانون الجديد. يمكن هذا الشيء الجديد. بالاضافه لهيك انه القانون أعطى أدوار، وزع أدوار ومسؤوليات على كل وزارة حسب الموضوع اللي بتعنى فيه، ووضع له إطار زمني للتنفيذ. يعني مش يعني يمكن ما يميزه أنه في تفاصيل كتير، هناك ناس بياخذوا عليه أنه القانون فيه كتير تفاصيل. إحنا بالنسبة لنا نرى أنه ما يميز هذا القانون أنه في تفاصيل كتير وتوزيع بالأدوار وإطار زمني للتنفيذ. طب نحكي عن مناهضة التمييز هاي أستاذ، يعني هسه مناهضة التمييز إحنا تعودنا طول عمرنا أنه يكون يعني الأشخاص ذوي الإعاقة في عندهم شوية يعني حتى بالتعامل، يعني بتحس أنه مثلا ما في انخراط بينهم بين المجتمع بشكل 100%. خلينا يعني نحكي بتظلوا في التعامل معهم من قبل الأشخاص اللي ما عندهم إعاقة، بتحس أنه يعني بتكون النظرة نهج رعائي يعني مش نهج حقوقي. يعني القانون الجديد يعني بسمح انه هذا يتغير الوضع للنهج الحقوقي 100%. يمكن يعني يمكن اعطيك شويه ارقام متفاجئ شوي.
هلا التعداد في حسب منظمه الصحه العالميه عدد الاشخاص ذوي الاعاقه في العالم يقارب تقريبا 15%، فالرقم كبير كبير اكيد. هلا في الاردن، الاردن حسب الاحصائيه اللي طلعت سنه 2015 تبين انه العدد كان ذوي الاعاقه هم 11.2، تمام؟ يعني لما نحكي 11.2 يعني عدد الاشخاص ذوي الاعاقه في الاردن يقارب 1,200,000. صحيح. فهل تستطيع انك تنحي جانبا اكثر من 1,200,000 شخص من المجتمع الاردني؟ ما بتقدر. فاجمالا مناحي الحياه كلها لازم تكون مهيئه واكسسبل للاشخاص ذوي الاعاقه. القانون الجديد لما بيعمل بيحكي عن مناهض تمييز، الان اصبح التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقه في حاله انه انت حرمته من اي نشاط، من اي حق من حقوقه، اصبح هذا في القانون الجديد عنف، اعتبره عنف وعليه عقوبه، مثل العمل مثلا. اذا انا رفضت شخص في العمل بسبب الاعاقه، يعني اني ارفضه لانه خبرته لا تتوافق مع الوظيفه اللي مقدم لها، شيء طبيعي، بس اني ارفضه لاني اذا كانت مواصفات كلها متوافقه بعدين ارفضه لانه ذوي اعاقه، هذا اصبح يجرمه القانون. انت قصدك استاذ يرفضه اثناء المقابله انه ما يشغله مثلا، او يكون عنده موظف مثلا ويكتشف مثلا انه عنده اعاقه، او يصير عنده اعاقه؟ على الحالتين، على الحالتين. يعني اذا فرضا شخص ذوي اعاقه تقدم لوظيفه وتوافق، كل الامور توافقت الا انه رفض بسبب الاعاقه، هذا اصبح قانونيا مجرم. طب ممكن يرفض بس ما يحط انه سبب الاعاقه، ممكن الان الان بالضبط. هذا سؤال وجيه، فيش حدا راح يحكي انه انا برفضك مشان الاعاقه. الان بالقانون الجديد يجب ان يشكل لجنه، بتشكلها عن طريق المجلس الاعلى للاشخاص حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه، اسمها لجنه تكافؤ الفرص. وهي اللجنه تشكل من اشخاص من المجلس، من وزاره العمل، من غرف الصناعه والتجاره، من خبراء قانونيين، عده اشخاص. ويستطيع صاحب الشان اللي تعرض لهذا الانتهاك انه يتقدم بالشكوى لهي اللجنه، وهي اللجنه من الخبراء المفروض تدرس الموضوع ويكون عندها اليه من التحقيق والتاكد من هاي. اذا ثبت يمكن انه ياخذ اشبه برساله منه او كتاب منهم من هاي اللجنه للقضاء، وهي تصبح داعمه له امام القضاء، يعني في حاله توجه للقضاء الان في حاله تم رفضه اثناء المقابله او تم طرده من او عمله. تم طرده من عمله بسبب الاعاقه، يعني بسبب الإعاقة. السبب هو الاعاقه. وطبعا اللجنه هاي كفيله انها تكون يعني على علم تام بوضع المقابله، بتكون يعني مثلا لم في اجراءات هو بتقدم بشكوى لها، وهي بتحقق في الموضوع، بتتقصى وبتشوف اذا تبين انه هذا الكلام صحيح وتم تنحيته بسبب الاعاقه، الى ان اصبح هذا مجرم قانونيا. طب كيف استاذ بتقدر الواقع الحقوقي في الاردن، يعني بالذات يعني كيف شايفه بخصوص ذوي الاعاقه الان بالنسبه في الاردن؟ بالنسبه للاشخاص ذوي الاعاقه لا، مش جيد، مش بالصوره الكافيه. ان شاء الله مع هذا القانون تتغير الامور. يعني الان مثلا لو نحكي على واقع التعليم على سبيل المثال، صحيح، في واقع التعليم الأرقام بتحكي أنه 79% من الأطفال اللي الآن في سن الدراسة يفترض، صحيح، 79% من الأشخاص ذوي الإعاقة غير على غير مقاعد الدراسة، صحيح. بمعنى آخر أنهم لا يتلقوا أي نوع تعليم، وهذا رقم مرعب. يعني ليش؟ المفروض هذول الأشخاص لو الظروف والبيئة مهيئة في المدارس، في التربية، في كذا، المفروض يكونوا على مقاعد الدراسة. طب شو دور القانون الجديد بالموضوع هذا؟ لأنه كثير مهم. أنت بتحكي عن 79% من ذوي الإعاقة لا يتلقوا التعليم نهائيا، طبعا بكامل الأعمار. طبعا في أسباب أهل العائلة نفسها بتحاول أنها تخبي الطفل أنه ما يطلع المجتمع، وفي أسباب أخرى كمان أنه المدارس عندنا مش مجهزة أنها تستقبل أطفال ذوي الإعاقة، لأنه راح يكون مستهجن بين الطلاب الثانيين. كيف القانون الجديد يتعامل مع هذا الموضوع؟ هلا بداية القانون يعني منع استبعاد أي شخص من أشخاص ذوي الإعاقة بده يلتحق في أي مدرسة انه يتم رفضه بسبب الاعاقه. هذا مش مجهز المدرسه اصلا مثلا الان. بالضبط. الان القانون الجديد وضع على وزاره التربيه والتعليم على عاتقها من هون للسنه، يعني من هون لشهر 9 السنه القادمه، المفروض تكون وزاره التعليم اصدرت خطه استراتيجيه تتضمن 10 سنوات، لانه بتحكي عن مدارس عددها كبير في المملكه، صحيح، وفي لها تكلفه وفي تفاصيل كثيره. خلال 10 سنوات يجب ان تصبح مدارس المملكه دامجه. بمعنى لما نحكي دامجه يعني انه ممكن في الصف الواحد يكون في شخص ذوي اعاقه حركيه مثلا مستخدم كرسي، ويكون في شخص كفيف ويكون في اصم في نفس الصف. صحيح. هذا نحكي مدرسه دامجه. فخلال 10 سنوات لازم تكون مدارس دامجه، لكن من هون للسنه لازم تصدر خطه استراتيجيه من الوزاره
لعشر سنوات المدارس الحكومية والخاصة. والخاصة. طيب والخاصة. أنا في عندي بس ملاحظة صغيرة بموضوع التعليم. هسا إذا أنت زي ما تفضلت حكيت إنه ممكن ندمج إحنا أطفال ذوي الإعاقة مع طلاب عاديين بنفس الصف، هل في ظلم للطلاب ذوي الإعاقة من تلقي المعلومة إذا إنه مثلاً الأستاذ عم بشرح المعلومة كطالب سليم ما في عنده مشكلة، مثلاً طالب أصم مش لازم يكون في إله دور رعاية أو بالتعليمي خاص فيه لأنه يتلقي المعلومة عنده غير عن تلقي المعلومة عند الطالب الآخر؟ نعم. الدمج ممكن يؤدي إلى ظلم لهاي الفئة، خلينا نحكي خاصة مثلا الناس اللي ما عندهم البصر، الناس اللي عندهم سمع، يعني لازم تكون مثلا المدارس مجهزة بهاي الأجهزة الخاصة لتلقي التعليم لهم، بالإضافة للمعلمين كمان، المعلمين كمان نعم. يعني احنا هسا كمان بنلاحظ فترة انه بدربوا المعلمين للناس يعني الناس الصحة، فأكيد التعليم ذوي الإعاقة بحاجة لمدرسين خاص كمان تلقي المعلومة لهم، وفي حال احنا لو فصلنا طلاب ذوي الإعاقة عن الطلاب السليمين راح يكون في تمييز. صحيح، فصلهم وتعليمهم مثلا دخلنا خاص المكفوفين يتعلموا لوحدهم اصبح تمييز واصبح هذا بنسميه عزله. صح، انت عم تعزله لوحده. صح، الدمج، فكره الدمج هي لا تعني انك تاخذ شخص ذوي الاعاقه وتحطه في مدرسه فجاه. بالضبط، الدمج يعني ايضا بدك تدمج الاساتذه وبدك تجمع الطلاب البيئه المحيطه، يعني الدمج لا يشمل الشخص نفسه. بالضبط، فالاشخاص الاخرين ايضا اللي معه في الصف يجب ان يدخلوا في ضمن برنامج توعوي وتاهيلي، تاهيل مجتمع كامل، تاهيل بالضبط حتى يقدروا يتعاملوا معه. مشان هيك هذا جزء من الخطه الاستراتيجيه يفترض تكون لوزاره التربيه. هلا التهيئة، الموضوع مش بهاي الصعوبة على كل حال. يعني على أحكي لك مثال بسيط، قبل فترة في لما طلعت نتائج توجيهي إحدى الخامسة على المملكة كانت طالبة كفيفة. صح، واحتفل فيها الإعلام بشكل كبير طب هذا يعتبر تمييز، هو يعتبر تمييز باتجاه آخر. أيضا أحيانا الإعلام بتناول القضية، يعني مثلا هاي موضوع هاي قصة هاي في دولة أخرى ما حيكون خبر. أنا بعرف، أنا شغلي في الإعلام، متعودين على في الإعلام، بعرف الإعلام يبحث عن القصة الغير عادية. صح، الخبر الغير عادي إن شخص كفيفة أصبحت من العشر الأوائل بنقول الأردن، خبر غير عادي. في دولة أخرى هذا خبر عادي. احنا تناولنا قصتها مثلا، عملنا عنها فيديو قصير عن الصبيه هاي. هاي الصبيه مثلا لاحظنا انها درست في مدارس دامجه من صف الروضه الى العاشر. في مدرسه دامجه مع اشخاص اخرين، مش كلهم مكفوفين. كان في طالبات مكفوفين في نفس المدرسه، كان في معلمات ومعلمين مكفوفين في المدرسه، والمدرسه دامجه بشكل عام. فالصبيه توفر لها المناهج بطريقه مهيئه وكانت تقدر تروح وتيجي. فمدام هلا صفة بعد هيك تفوقها، البنت متفوقة. فهذا مثال كيف أحيانا لما أنت بتوفر بيئة دامجة، يعني مثلا الآن التربية لما بتحط خطة المنهاج الدراسي، تحط المنهاج وبتعمله على شكل كتب. ليش على كتب؟ عشان الطلاب يتناولوا من غير ذوي الإعاقة يمسكوا الكتاب ويقرأوا منه ويدرسوا. صح، في بس بدك تاخذ بعين الاعتبار في شريحة في مجتمعنا من الأردنيين اللي هم بيدفعوا ضرائب كمان، يعني هم لهم حقوقهم، ما بيقدر يقرأ هذا الكتاب. فأيضا لازم يتوفر الكتاب بطريقة مهيئة للشخص الكفيف مثلا أنه يقدر يقرأه بطريقة برايل، أو يتوفر على وورد فورمات على الكمبيوتر إن كانوا يقرأه. وجود مترجم إشارة مثلا في الصفوف، يمكن ما تقدر التربية توفر مترجم إشارة في كل مدارس المملكة، بس على الأقل يكون في توزيع منطقي للشخص، انه ما يضطر شخص من ذوي الاعاقه السمعيه في الكرك يضطر يروح لعمان يدرس حتى يوجد مدرسه فيها مترجم اشاره. عندك احصائيه بخصوص المدارس الدامجه في الاردن ومواقعها؟ يعني اذا موجوده، يعني اكيد ما عندي احصائيه بس قليله جدا، وما عندها استدعاء غالبا قليله جدا. طب ايش اهم الاعمال اللي بقوم فيها المجلس عشان يصير في اخراط لاشخاص ذوي الاعاقه مع المجتمع كمهنيا؟ يعني خلينا نحكي دور المجلس عليه، هذا ديبيت كبير دائما بيصير في السوشيال ميديا خصوصا. المجلس من لما تاسس لدور، لكن صار عليه كثير طلب في خدمات، وشوي شوي توجه لعمل الخدمات، وهذا اعتقد انه خرج عن مساره شوي. لازم نكون يعني واضحين ونحكي الحقيقه. خرج عن مساره الى لعده سنوات، فاصبح دوره يوزع معينات سمعيه، يوزع كراسي، مبادرات بس ظلت فرديه. وهذا بالاخر انت ما بتقدر بالاخر لما تعطي خدمات توفر خدمات للجميع. فصفى دوره دائما عليه هجوم، مع انه مش هذا الدور. دور المجلس الحقيقي اللي وضعه القانون القديم والحديث، ما تغير دور المجلس في القانون، بس ما كان فعال، بس ما كان مفعال. الان اخر سنه بدا المجلس يقوم في الدور اللي وجد من اصله. الان الدور الحقيقي للمجلس هو رسم سياسات
والقوانين للدولة بكل مناحي الحياة بما يتوافق مع إمكانية الوصول والتهيئة البيئية للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام في كافة مناحي الحياة. أيضا بيقدم المفروض دور المجلس يقدم الدعم الفني لكل الوزارات. الآن أصبح القانون نافذ بداية شهر 9 الآن على طول بدأت، ولاحظنا أنه شيء جميل كان من بعض الوزارات والهيئات إنها بلت تتواصل معنا عشان بدها تطبق القانون. كيف بدها تطبق القانون ولسه ما عندهم خبرة فيه؟ فمثلا بلشت تصير اجتماعات مع وزارة التربية، هيئة تنشيط السياحة طلبوا منا اجتماع، مدير الدفاع المدني طلبوا اجتماع حتى يعملوا يضمنوا كل شيء له علاقة في الأشخاص ذوي الإعاقة في مناهجهم وفي استراتيجياتهم في خططهم بشكل عام. بالضبط. شو رأيك بدور السياسي للأشخاص ذوي الإعاقة عنا بالأردن؟ يعني أنا بحسه مش مفعل، ولا يمكن إنه مثلا نلاحظ بالفترة القريبة خلينا نحكي دمجهم مع يعني مع مع خلينا نحكي مجلس النواب مثلا أو الوزارات. فيعني ما صدف وشفنا انسان ذوي اعاقه مثلا شارك بحمله انتخابيه خلينا على مستوى يشارك، ما شفنا. فليش يعني هذا التعتيم؟ لانه لا زالت يمكن نظره المجتمع لا زالت نظره رعائيه مش حقوقيه. بالضبط. رغم انه القانون الجديد تناول الموضوع السياسي شوي الى حد ما، حكى انه في القانون انه لا المفروض ما يكون اي استبعاد لاي شخص من اي احزاب او نقابات او انتخابات. حتى الانتخابات كان الآن في القانون الجديد لازم تكون مهيئة مراكز الاقتراع للأشخاص ذوي الإعاقة حتى يستطيعوا يروحوا الانتخابات. الانتخابات الأخيرة اللا مركزية ولو أنها بالنسبة صارت من فترة قصيرة صار علينا هجوم فيها، لأنه الهجوم علينا وعلى الهيئة المستقلة للانتخابات لأنه الأشخاص ذوي الإعاقة في منهم كتير راحوا ينتخبوا وما قدروا يدخلوا، مش مجهز أصلا، مش مجهز. يعني مثلا من أحد القصص أنه ممكن يعملوا رامب حتى يدخل بالزبط. للداخل، بس بعدين يكتشف انه الاقتراع على الطابق الثاني ما استفدناش شيء. يعني صحيح. الان القانون وضع بعض المعايير وهذا حتى يصبح الاقتراع سهل للاشخاص ذوي الاعاقه. وحتى احنا عملنا تدريب مثلا على لغه الاشاره للاشخاص اللي حيراقبوا الانتخابات، بس برضه يبدو انه ما كان كافي وما تناول فتره قصيره وما اتاخذ بالجديه يمكن الكافيه. فالآن برضو حتى الهيئة المستقلة للانتخابات طلبوا اجتماع معنا، يعني أغلب الوزارات والمؤسسات الآن عم تطلب اجتماعات للتحضير لخططهم السنوية ولخططهم الاستراتيجية حتى يضمنوا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. بالضبط. هلا أستاذ زياد، إحنا تطرقنا لموضوع إنه نظرة المجتمع لهم يعني خلينا نحكي تهيئة المجتمع إنه يستقبل هذول الناس ذوي الإعاقة ويدمجهم بدون يعني فكرة التمييز، أو خلينا نحكي النظرة إنه مختلف الرعائية. إنسان مختلف هي النظرة الرعائية. شو دور المجلس الأعلى خلينا نحكي في تأهيل المجتمع ليستقبل هذول الناس ذوي الإعاقة بدون تحيحس، يعني يكون بدون تفرقة، يعني خلينا نحكي اللي هي النظرة الرعائية خلينا نحكي. هو دور المجلس لوحده لا يستطيع يعمل هذا الكلام، ممكن من خلال يعني من خلال حملات توعوية أكيد هو بيقوم بهذا الدور. والآن عم نعمل حملة توعوية بدأت من بداية شهر 9 على القانون الجديد، عم نحاول نعطي توعية للأشخاص ذوي الإعاقة ولأسرهم في حقوقهم ودور المؤسسات المدنية والمجتمع المدني 100% كثير مهمة. والآن بصدد الآن احتمال الشهر القادم نعمل جلسات توعوية في الشمال والوسط والجنوب، جلسة توعوية مختصة في الأشخاص ذوي الإعاقة وجلسة للجمعيات اللي تعنى في هذا المواضيع. يعني في شراكة بين المجلس الأعلى ومؤسسات المجتمع المدني 100% المجلس الأعلى لوحده ما بيستطيع يحقق شيء، والمفروض تكون وهذا يمكن هذا ميزة القانون. الآن وضع القانون مهام على كل جهة. فالآن هذا دور مش بس على المجلس، الآن وزارة التربية والتعليم إذا بدها تضمن استراتيجيتها بدها تعمل توعية للأهالي، بدها تعمل توعية للطلاب الآخرين، للمدرسين كيف يتعاملوا. فلما نحكي عن نطاق العمل بدك تعمل توعية كمان حتى للمجتمع للقطاع الخاص مثلا. أكيد طبعا القطاع الخاص مثلا في التشغيل يمكن مش في ناس ما بيعرف عن هذا القانون. القانون الجديد الآن أبقى على مادة موجودة كانت في القانون القديم اللي هي بسموها كوتا. أي شركة فيها عدد موظفين 25 إلى 50 لازم يتعين شخص واحد على الاقل من الاشخاص ذوي الاعاقه، واذا عدد الموظفين اكثر من 50 لازم 4% يكون من الاشخاص ذوي الاعاقه. فيمكن مثلا القطاع الخاص ما بيعرف، نتمنى يتم تفعيل هذا القانون. يعني الان الحوار العام بشكل عام ولهذا التخوف في الناس الاشخاص ذوي الاعاقه، وهذا احنا بنلمسه من تفاعلهم على شبكات التواصل الاجتماعي معنا. الكل بيقول لك عندنا قوانين جميله في الاردن،
بس هل مفعلة؟ بالضبط. فالآن هذا التحدي الآن أمام الحكومة الحقيقة، ومنحكي عن الحكومة، عن كل الوزارات وكل الهيئات اللي وردت في القانون الآن، هذا التحدي أمامها. هل تثبت للناس أنه الآن فعلا راح يتم تحقيقه، فعلا راح يتم متابعة القوانين، راح يتم تفعيلها، راح يتم مراقبتها وهكذا؟ طب هلأ إحنا حكينا بخصوص التوظيف، أنه أنا بدي أسأل بس هلأ في كمان راح يكون في دور اللجنة اللي حكينا عنها بخصوص المراقبة، أنه بخصوص التعيين الانتقائي. يعني أنا مثلا المفروض علي أنه أكون مثلا 4% من موظفيني أنا ذوي احتياجات خاصة، ممكن ذوي الإعاقة، ممكن أنه أنا مثلا يصير في موضوع انتقائي من خصوص أنه الإعاقة، مثلا أنا بدي أختار نوع إعاقة معين يتماشى مع مثلا الشركة اللي أنا بشتغل فيها ويخفف عني العبء، بحيث أنه يندمج بشكل سهل. يعني مثلا يكون مثلا ما عنده الإعاقة اللي بتحتاج أنه مساعدة، خلينا نحكي اللي هي البصر، السمع، الشغلات اللي بدها ناس يتوصلوا المعلومة بشكل أحسن، ممكن تكون إعاقة جسدية خفيفة، ويقول لك أنه أنا عندي موظف مثلا ذوي الإعاقة. وارد، بس هو فعلا دور اللجنة لازم يكون أكثر من هيك، مفروض حتى يتابعوا حتى نوع التهيئة البيئية الموجودة. يعني هل عم بتوفر أنت تهيئة بيئية؟ إحنا ما عم نبحث عن بطالة مقنعة، يعني ما بدي أعين شخص ذوي إعاقة مثلا بصرية وأقعده بمكتب بس عشان في كوتا في القانون، وقعده مكتب من الصبح لاخر النهار ما يعمل شيء وياخذ راتب اخر الشهر، مش هذا المطلوب. ما بدنا مطالب مقنعه، بالاخر بدنا الشخص يكون منتج. ففعلا هو لازم يكون في الدور اوسع من هيك، صحيح، ويراقبوا كمان التهيئه البيئيه المتوفره. هل عم بوفروا له اشياء مثلا اذا شخص كفيف، هل عم توفر له كمبيوتر ناطق؟ ممكن يزيد الكلفه على الشركه، يعني بيقول لك لا انا ما بوظفوش او فرلي. يمكن موضوع الكلفه بشكل عام، اغلب في تصور عام دائما انه شيء مكلف جدا. التهيئه البيئيه تكلفتها مش عاليه، خصوصا اذا عم نتحدث عن مبنى تحت الانشاء، التكلفه فيه صفر بتكون اذا كان تحت الانشاء. تحت الانشاء بس غالبا متوسط الرينج بتحكي عن 500 ل 600 دولار، مش شيء دولار، مش شيء عالي. يعني التهيئه البيئيه يعني ما في داعي يعني تكون مثلا الجانب المادي هو يعني شيء، الجانب المادي مش مقياس كثير، مش مقياس يعني مش عائق للشيء لعمليه الدمج 100%. طيب اخيرا بدي اسالك، لو نطمن الناس المشاهدين بخصوص القانون الجديد، ان شاء الله شايفين في تفاؤل يعني احسن من القوانين الماضية من خلال التفعيل على أرض الواقع؟ يعني نبشرهم بخصوص أنه يعني أنه راح يكون جاي أحسن بالنسبة لهم، لأنه إحنا كمان واجهنا ثغرات في القوانين السابقة وما قدرنا نغطيها. في القانون الجديد كيف ممكن يغطيها، وكيف ممكن نطمن المشاهدين؟ الحقيقة إحنا متفائلين، لأنه منذ أن تم نشره في الجريدة الرسمية بشهر 6 والآن أصبح مفعل في شهر 9، أصبح نافذ الآن. صراحة لاحظنا بدأ علينا كتير استشارات، وعم بيستهدفونا الوزارات والهيئات بشكل دائم حتى يعرفوا كيف إيش. يعني يمكن ما عندهم خبرة لسه في هذا الموضوع. يعني لما يرد اسم مثلا السياحة، السياحة فرضا، والحلو في القانون يتناول حتى السياحة والأوقاف والثقافة كل مراحل الحياة، بالإضافة لأشياء الرئيسية اللي بنحكي عنها، التعليم والهذا. يعني من حق الشخص مثلا، الشخص ذوي الإعاقة، انه يدخل على المدرج الروماني مثلا الحركية، يعني ذوي ليش بس نفكر فقط في التعليم والعمل والصحة اللي هي الأساسيات؟ فتناول كل مناحي الحياة. الآن أغلب الوزارات والمؤسسات عم تستهدفنا وعم يحاخدوا استشارات من عندنا، كيف إيش هي نوعية التهيئة، شو كيف بدها تكون، بعض الأسئلة الفنية اللي علاقة بهذا. فهلا يمكن نعتقد على مدى سنة يمكن ما يشعر فيها الأشخاص ذوي الإعاقة، بس نجزم إنه من هون لثلاثة أو أربع سنوات راح نبلش نحس بتغيير إن شاء الله. يعني أهم إشي إحنا ما يظل القانون من ضمن المطبوعات، يتم تنفيذه على أرض الواقع عشان تفعيله ومراقبته. لأنه زي ما تفضلت وحكيت، يعني معظم الناس بتحكي لك في قوانين، والقوانين جدا رائعة وبتفيد ذوي الإعاقة وبتفيد المجتمع كدمجهم بين بعض، بس ما في تطبيق على أرض الواقع. صحيح. إن شاء الله يكون في تطبيق على أرض الواقع. يعني إن شاء الله. أستاذ زياد المغربي، بشكر وجودك معنا، الناطق الإعلامي باسم المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة، أهلا وسهلا فيك، شرفتنا. الله يسلمك، شكرا لكم استضافتكم وللتوعية بهذا الموضوع. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك. العفو. مشاهدينا، مكملين معكم فقراتنا الحديث اليوم بس بعد الفاصل.